حطيت رجل على رجل قدام مين؟ حطيت رجل على رجل في وش مين؟ لا 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 لا، ما بقصدش انا اعمل ده خالص. لا لا لا، في وش شخص ذو نفوذ سابق كبير. سابق ولا حالي؟ سابق. حطيتش رجل على رجل في وشه وقالك احنا بنحترمك؟ اوكي. في يوم الـ الـ انا فهمت انت قصدك على مين. اصل خلي بالك ده 35 سنه يعني. ما كتير. ماشي. ما الاسرار على فكره اسرارك مش هتكفي في حلقه. أوكي. أوكي. اسرارك عايز 10 حلقات. انتوا انا ما اعرفش. احنا اخترنا كام سر بس كده. انتوا بتجيبوا حاجات كام سر طيب. بس كده. اوكي اوكي طيب. السيد صفوت الشريف. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع طبعا. كان احيانا كده يقول لي ما انت ما بيكلمني يقول لي انت ما بتعديش ليه؟ ما بتعديش قهوه معايا ليه؟ مش انا ابوك؟ لا اكيد عايز حاجه. بيبقى عايز حاجه. ما بتعديش تشرب معايا قهوه دي يعني عايز حاجه. اول ما يجي التليفون وهو رئيس مجلس الشورى بقى، لما بقى له كمان خلى مجلس الشورى حاجه تانية. انت فاكره هو شخصيه قويه فكان جدا، وكان بالتالي مجلس الشورى هو الملك للصحافه في مصر كان القديم. ف مش انا ابوك وابو الصحفي؟ ما تعديش معايا قهوه ليه؟ بكره الساعه كذا تعالى اشرب معايا قهوه. فاعرف ان في حاجه. فدور على المصايب اللي انا ناشرها وكده. المهم فاروح اقعد معاه. طبعا قاعده كلها لطف وكل حاجه. في راجل سياسي يعني من الدرجه. مش هيقول لك هو عايز ايه غير وحضرتك ماشي وانت ماشي على الاسانسير. هي دي طريقته على فكره. مختلفه او متفقه معاه، هو كان سياسي عبقري. اكيد اختلفنا معاه في حاجات واتفقنا. تمام. فقاعدين والكلام ده وكده. فقال لي في وسط الكلام يعني قبل ما يقول ايه المشكله او هو طالبني ليه او احنا نصرنا ايه، فقلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له هو ليه بعض الاجهزه في مصر مش بتحبني؟ فقال لي شوف، اللي انت قلته ده حقيقي، معظم اجهزه الدوله لا تحبك. طبعا مقصود بالاجهزه معروف، ولكن بتحترمك. فقلت له اوكي، ده الاحترام. ده انا 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 مش عايزهم يحبوني، بس انا الاحترام ده عندي اهم حاجه في الدنيا كلها. كده كويس جدا. تمام. فراح معتدل كده في جلسته وقال لي انت بقيت مغرور. قلت له لا. هو قال نفس التهمه. قلت له لا، هو الحب ده مش في القلب. قال لي قلت له اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربنا القلب ده مش ملكي. فبالتالي انا مش هطلب المستحيل. الحب ده هم مش حابني او فلان ده مش حاببني، لكن اقل حاجه الاحترام. فانا بحترم الناس فعايزها تحترمني. بس فالواقعه دي هو حكاها بقى الله يرحمه لصديق عزيز يعني كان اكبر مني يعني كان بالنسبه لي وعايش لسه. فحكى له وقال له يعني ده جاوبني اجابه غريبه. ده صفوت الشريف. بقول له مجدي جاوبني اجابه غريبه جدا. قال له ايه؟ قال له انا مش عايز حب، انا عايز احترام. فقال له ده غرور؟ فصاحبي ده صديق قال له لا خالص. طب هو هيجبرهم انهم يحبوه؟ مش هيجبرهم. فبالتالي الاحترام ده بين طرفين هو بيضع حدود للتعامل.